عزلة بعيدة عن أنظار الحكومة، إنها منطقتي لبنى والحيسر الواقعتان في مديرية دوعاً المكتظة بأكثر من 25,000 نسمة يعيشون تحت خط الفقر ويفتك بهم نقص الخدمات الأساسية. فلولا نور الشمس وطاقتها لما رأى الناس بعضهم بعضاً، توصيف دقيق لظرف الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء منطقتي لبنى والحيسر بسبب حرمانهم من خدمة التيار الكهربائي طوال الأعوام الماضية. قضية الكهرباء ومعاناة الناس مع عدم وجود تيار كهربائي بالمنطقة يضيف معاناة أخرى إلى معاناتهم، فالكهرباء وعدوا بها منذ 17 عام، تخيل من 2006 إلى اليوم أعمدة ومحولات وكذلك أسلاك ممددة ينظرون الناس إليها ولا يرون الكهرباء. فلذلك قضيتها إذا أرادت السلطات المحلية أو المعنيون بذلك ربطها، فربطها بسيط، وتيار الكهرباء موجود بوادي ومديرية دوعن كلها مضاءة بالكهرباء إلا هذه المنطقة الكبيرة الواسعة لم تجد النور يوما ولم تجد تيار كهرباء لتستفيد منه. وتعرفوا الكهرباء اليوم كل أجهزة الناس وخدماتهم ووسائل طبخهم ووسائل تدفئتهم تعتمد على الكهرباء. هذا العمود المنتصب صورة بلا مضمون منذ عقد ونصف مضى، تفسير لحالة المثل إني أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، فما زال الطحين في مكنة السلطة المحلية المتعثرة على قطعة لم تسعى لها السلطات بدخولها إلى هاتين المنطقتين. الآن احنا مطلبنا حتى من دوعن لو شبكولنا من الرباط قريب، لو شبكولنا من الرباط يعني قريب المنطقة لو شبكولنا كهرباء. عندنا الآن الكهرباء على الطاقة، تعرف الآن شوف الآن السحب، الآن موجود السحب خلاص ما تشتغل الطاقة، يصبح الناس يعني حد يجيب له فانوس وحد يجيب له كشاف وحد يعني شغلة. منطقتا لبنى والحيسر لا تفتقران لخدمة الكهرباء فقط بل لشرايين الحياة جميعها، فهي تعاني من إهمال في المياه والصحة والتعليم والصرف الصحي والطريق وغيرها من الأمور الحياتية. ولسان حال أهالي المنطقتين يقول إلى متى سيظل هاجس الحرمان يطاردنا؟